السلام عليكم ورحمة الله. معانا النهاردة مع فيديو جديد، والنهاردة هيكون تريكو بطريقة جديدة، وهي التريكو المزدوج، يعني التريكو على فتلتين مش فتلة واحدة، ولازم يكون الفتلتين بنفس السمك وبلونين مختلفين. أنا هبدأ وهعمل عقدة البداية، وإحنا عملناها قبل كده في فيديو شفنا ازاي نعمل عقدة البداية. انتوا ممكن تعملوها بأي طريقة، المهم لازم نعمل عقدة البداية. انا كده عملت العقدة. طيب بعد كده هعمل ايه؟ هجيب الابرة اللي انا همسكها في الايد اليمين، وهدخل الابرة في العقدة وهشد الخيط. يبقى أنا كده عملت أول غرزتين، الغرزة الأولى باللون الأول، الغرزة التانية باللون التاني. نركز مع بعض وناخد بالنا من بقية الخطوات. أنا لازم يكون عندي بقية الغرز بنفس تسلسل اللونين دول، ما يبقاش عندي غرزتين ورا بعض بنفس اللون. هستخدم صباع الإبهام والسبابة وهدخلهم في منتصف الخيط بالشكل ده. يبقى لون الأول هيكون على صباع الإبهام، واللون الثاني على صباع السبابة. أنا عايزة الغرزة الثالثة تكون لونها مختلف عن الغرزة الثانية، يبقى أنا هدخل الإبرة اليمين في اللفة اللي هي على صباع الإبهام، وأروح عند اللفة اللي على صباع السبابة وألف وأخرج الإبرة من نفس المكان. يبقى أنا كده عملت الغرزة الثالثة مختلفة عن الغرزة الثانية في اللون. الغرزة الرابعة مش هدخلها من هنا، لا انا هروح عند الخيط اللي على السبابة. يبقى ناخد بالنا ان هي مرة من هنا ومرة من هنا، بس ناخد بالنا كويس اني اما اروح عند الخيط اللي على السبابة انا مش هاخد الخيط من فوق، انا هاخد الخيط اللي هو تحت، يعني هدخل الابرة في الخيط ده. ناخد بالنا كويس قوي، هدخل الابرة هنا واروح، لا مش هدخلها هنا، مش هدخل الإبرة اليمين في الخيط اللي هو على الإبهام من فوق، أنا هروح للخيط اللي على الإبهام من تحت وألف وأخرج من نفس ما دخلت. يبقى كده طلع عندي الغرزة بلون مختلف عن الغرزة اللي قبله. يبقى مرة تانية هدخل الإبرة في الخيط اللي هو التاني اللي هو عند السبابة، وبعد كده أروح للخيط اللي عند الإبهام وألف وأخرج الإبرة من نفس ما أنا دخلت. كده طلع عندي الغرزة بلون مختلف عن الغرزة اللي قبليها، وأشد الخيطين، لازم وأساسي أشد الخيطين. يبقى ناخد بالنا كده إن الغرز ماشية بتسلسل اللونين مع بعض. يبقى مرة تانية أنا روحت للإبهام بس للفة الأولانية مش اللفة التانية. نركز مع بعض في طريقة الشغل ونشوف الطريقة كويس قوي. طريقة سهلة ما فيهاش أي صعوبة، زي ما أنا ببدأ بخيط واحد هبدأ بخيطين، بس ناخد بالنا من التسلسل كويس. أنا هسيبكو مع الفيديو تشوفوا إزاي أنا بدخل الإبرة سواء الغرزة الأولى أو الغرزة التانية. يبقى زي ما انتم شايفين معايا الغرز ماشية لون ولون. لازم علشان يكون الطريقة ماشية مظبوط معايا، لازم يكون الغرزتين اللي ورا بعض بيكونوا بلونين مختلفين. هنكمل بنفس النظام، احنا معتمدين على صباع الإبهام والسبابة. احنا بناخد مرة الخيط اللي على صباع الإبهام ومرة الخيط اللي على صباع السبابة. الطريقة سهلة بس عايزة تكرار كتير، فأنا هسيبكو
مش هنبدأ نشتغل ونشوف الحلقة التانية إلا ما تتدربوا كتير على الحلقة الأولى، وياريت تشوفوا الفيديو أكتر من مرة علشان تقدروا تكونوا متمكنين من شغل التريكو المزدوج. شغل التريكو المزدوج دوت هينفعنا كتير، إن إحنا لو إحنا عملنا سكارف أو عملنا آيس كاب نقدر نلبس يعني الشغل اللي إحنا هنعمله على الوجه والخلف، يعني هنلبس بلونين مختلفين. وبكده يكون عندي طريقة البداية كده انتهت. اتمنى ان انتوا تشوفوا الفيديو اكتر من مرة، ويكون عندكم صبر ان انتوا تشتغلوا بخيطين. قد ايه الشغل بخيطين بيبقى شغل ممتع جدا. دوت كانت الحلقة الاولى. ياريت تتدربوا كتير على الحلقة الاولى، ويا رب يكون الشرح يكون واضح، وانتظروا مني الحلقة التانية. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.